يقول هل هناك بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا؟ أنا ما أدري، يقولون هناك بنوك إسلامية وأنا ما أدري عن تعاملها. الاسم لا يكفي، لا بد من الحقيقة، لا بد من الحقيقة. إذا كانت صحيح ما تتعامل بالربا فهي إسلامية، أما إذا كانت تسمى إسلامية فقط بالاسم وهي تتعامل بالربا مثل البنوك الأخرى فالاسم ما ينفع. نعم.